ده حقيقي، ده حقيقي. وهو دعم نفسه في فترة الشتاء الحقيقة. عنده ولد خده من النصر، اعتقد ان هي دي المفاجأة اللي مجهزة بكرة، وهو سريع يكاد يكون اسرع لعيب. اسلام عيسى يكاد يكون اسرع لعيب في مصر، اسرع يعني من وليد كمان ازارو، اسرع من ازارو. لا ما اعتقدش لا لا لا، سريع جدا رغم والله. انه قصير حاجه. ده انا بكلم عمرو عبد الحق فيه، قال لي ده احنا بعناه. طب بعته امتى؟ قال لي دفعوا لنا 10 مليون جنيه. يا نهارك ابيض، المصري دفع لك 10 مليون جنيه في الولد هما ده؟ بينقوا صح، يعني انت كانك نازل تعمل شوبينج، لا بتشتري حاجه بس على قد اللي انت عايزه. ده حقيقي. فكره ان الاسعار بقت ملهاش منطق، لا هو لعيب دولي صح، وله حد سامع عنه، لا انما بس برضه في حسام، عيب. حسام عينه كويسه جدا جدا. ده حقيقي. حسام حسن عينه كويسه ويكمل له جدا. حاجه، يعني هو عبد الله احمد جمعه الاثنين في منتهى السرعه والاندفاع القوي.